كنعتبروا بان التلقيح هو ربما كيبقى الوسيله الوحيده باش نوصلوا للمناعه الجماعيه، باش نقدروا نخرجوا من الوضعيه الصحيه اللي كنعيشوها، ونقدروا جميع اننا نتجاوزوا الحاله الوبائيه اللي كيعيشها المغرب ومعها كيعيشوها مجموعه من الدول ديال العالم، وللاسف يعني ادت الى وفاه ديال العشرات ديال المواطنين، من نقول الالاف، وايضا الى اصابه عدد كبير. وبالتالي يعني كنعتبر بان التلقيح كيبقى الوسيله الوحيده للخروج من هذه الوضعيه. هذا من جهه. من جهه ثانيه كنعتبروا بان التلقيح كيبقى مساله اختياريه ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي محاوله ديال الفرد ديالو من خلال المساله ديال جواز التلقيح هي فيها ضرب ديال الحريه ديال المواطنين وديال المواطنات في الاختيار. اذا من هذا المنطلق احنا كنقولوا بان المواطنات والمواطنين خصهم يتلقحوا، ولكن بطريقه اللي تكون اختياريه، ماشي بطريقه اللي تفرض عليهم بشكل او باخر، خصوصا وان كنعرفوا بانه كاين مجموعه من المواطنات والمواطنين اللي كيتصابوا، كتكون حالات جانبيه او تاثيرات جانبيه، ولكن دون ما نعرفوا شكون اللي ممكن يتحمل المسؤوليه ديال ما يمكن ان يصيب المواطنات والمواطنين نتيجه التلقيح، اللي ممكن انه تكون عندهم امراض اخرى اللي ممكن تاثر على بالتواجد، بالاضافه للتلقيح تاثر على الصحه ديالهم. بالتالي المساله ديال الاختياريه كنأكدوا عليها ايضا، وبالتالي جواز التلقيح حنا كنرفضوه بطريقه مطلقه من لهذا السبب اللي قلت. وثانيا لانه حتى الطريقه باش تفرض بها هي طريقه اللي ارتجاليه، وكعرفتها واحد المساله اللي ممكن نسموها عشوائيه، وبالتالي ما كانش يعني كان ممكن ان الدوله المغربيه تلجا لطرق اخرى باش انها تحفز المواطنات والمواطنات باش يمشيو يتلقحوا، عوض انها تحاول تفرض عليهم هذه المساله ديال جواز التلقيح، واللي فيها كما قلت ضرب ديال الحريه وديال الحقوق ديال الناس في الاختيار ما بين واش تلقح ولا ما تلقحش. هذا من جهه. من جهه ثانيه انه ايضا المساله ديال جواز التلقيح اللي وهذا الشيء اللي لمسناه هو انها كتخلي المواطنات والمواطنين اليوم او مجموعه من المواطنات والمواطنين ما كيقدروش انهم يقضيوا الاغراض ديالهم، انهم يمشوا للخدمه، انهم مجموعه من الناس اللي طردت من العمل ديالها لهذا السبب، هذا بنتيجه الفرض ديال جواز التلقيح، والناس اللي كما قلت عندهم موانع من انهم يديروا التلقيح. وبالتالي كيفاش ممكن انهم يتعاملوا مع هذه الحالات هذه، خصوصا في ظل ديال الغياب ديال الطريقه كيفاش ممكن نتعاملوا. وبالتالي يعني الخروج ديال الناس اليوم احتجاج ضد الفرض ديال جواز التلقيح هو مساله كنعتبروها عاديه، لان شي حاجه اللي كتمس الحريه ديالهم في الاختيار كما قلت اولا، وبالتالي احتجاجهم على كل ما يمكن ان يمس الحريه ديالهم ما ممكن الا اننا نؤيدوا واننا ندعموا هذه النضالات هذه. فيما يخص الشق الثاني من السؤال المتعلق يعني بالتواجد ديال اليسار اليوم في هذه الاحتجاجات، وحنا يعني تواجدوا المناضلين ديالنا، وكان اعتقال ديال عضو الكتاب الوطني ديال الحزب، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الرفيق المختار نحال، وهنا كنعنوا على التضامن ديالنا المبدئي معه والمشروط ومع جميع المعتقلين تعتقلوا على الخلفيه ديال الاحتجاجات. اذا قلت حنا تواجدنا بشكل مبدئي كما قلت للاسباب اللي سبق ذكرتها. ثانيا اليوم التواجد ديالنا وكما جاء في سؤالكم يعني واش ممكن انه يفتح المجال للعوده ديال الاسلاميين، اليوم الشارع المغربي هو كيعبر يعني المواطن المغربي بمختلف الاختيارات ديالو الايديولوجيه وما الى ذلك، ويعبر على الرفض ديال واحد القرارات اللي هي قرارات سلطويه وقرارات ارتجاليه، وما ممكنش انه اليوم نفرقوا ما بين المواطن المغربي بناء على الايديولوجيه ديالو في المواجهه ديال هذه القرارات هذه. اللي كيتحمل المسؤوليه ديال ما وصل اليه اليوم الشارع المغربي من احتجاجات وما الى ذلك هي السلطه، هي الدولة المغربية من خلال قراراتها الارتجالية، من خلال أيضا مجموعة من اختياراتها اللي كتبقى لا ديمقراطية ولا شعبية. وحنا كنشوفوا مثلا المسألة ديال كيف يتم التعامل مع الملف ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كيفاش يتم التعامل مع المطالب ديال النقابات، كيفاش يتم التعامل مع المطالب ديال الأطباء وديال قطاع الموظفين والموظفات ديال قطاع الصحة وغيرها. وبالتالي اللي ممكن أنه كيتحمل المسؤولية ديال أي احتجاجات ممكن تكون في المغرب هي الدولة اولا واخيرا. وحنا كقوى حيه بالبلاد الى جانب الجماهير الشعبيه ممكن الا اننا ندعموها في نضالاتها من اجل انها تنتزع حقوقها العادله والمشروعه، من دون انه او بغض النظر على شكون ممكن انه يتواجد في هذه الاحتجاجات هذه. حنا شفنا وتبعنا وكنا حاضرين كما قلت مجموعه من المناضلين ديالنا في هذه الاحتجاجات، وبالتالي اللي ممكن الطابع اللي كينجدد لهم هو انه خروج ديال الناس عاديين اللي رافضين التلقيح بشكل اللي ممكن نقولوا انه شكل ارادي، يعني بدون انه تكون عنده واحد تخطيط مسبق او من ذلك، ولكن كان رفض ديال واحد قرار معين بشكل اللي ذاتي وبشكل ارادي، وخرجوا الناس كيحتجوا ضده. وحنا ما كان ممكن الا اننا نتواجدوا مع الناس في هذه الاحتجاجات ديالهم، اولا كما قلت من اجل الحريه في الاختيار ديال التلقيح، وما يتفرجش عندنا شي حاجه اسمها تجاوز التلقيح اللي هو كما قلت وسيله باش انه نزيدوا نضربوا الحريه ديال المواطنات والمواطنين، ديال اننا نحولوا هذا الحجر الصحي اللي كاين الى حجر حقوقي وحجر سياسي، ونحاولوا نمنعوا من خلاله اي احتجاجات ممكن تكون على اشياء اخرى، لان الاساسي اليوم هو المواجهه ديال الغلاء ديال الاسعار، هو المواجهه ديال الاختيارات لا شعبيه ولا ديمقراطيه في القطاع ديال الصحه وديال التعليم وديال غيرها من القطاعات. هذا هو الاساسي بالنسبه لنا، وبالتالي اليوم الجواز ديال التلقيح لا جرى جا لهذا السبب، وانه يغطي على مشاكل اخرى كيعيشها اليوم المواطن المغربي. وحنا ممكن الا انه من خلال المواجهه ديال جواز التلقيح ممكن انه نفتحوا باب ديال الاحتجاج او الباب ديال النضال من اجل الحريه ومن اجل العداله الاجتماعيه، من اجل الحق في الصحه والحق في التعليم وغيره.